اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 6 اللي بعنوان comparing two decimal numbers and ordering a set of decimal numbers. ان شاء الله هنتعلم في الدرس بتاعنا النهارده ازاي نعمل comparing، ازاي نعمل مقارنه ما بين اي two decimal numbers. طيب انا بعمل المقارنه ليه يا اولاد؟ انا بعمل المقارنه علشان اعرف مين فيهم الجريتر ومين فيهم السمولر. يعني أنا بقارن ليه؟ إحنا بنقارن علشان نعرف مين فيهم الكبير ومين فيهم الصغير. فهنتعرف في الدرس بتاعنا النهاردة إيه هي القواعد اللي هنستعملها علشان نعرف نعمل كومبير صح ما بين أي تو نمبرز. يلا مع بعضنا نتعرف على المعلومات اللي في الدرس ونشوف أول معلومة عندنا. أول معلومة عندنا بتقول لي إن أي ميكسد نمبر لازم يبقى موجود بتوين تو هول نمبرز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ال 5.34 دي فيها هول ones كام؟ 5، وعندي fraction اسمه 34 over ال ايه؟ over ال 100. احنا عايزين نعرف دلوقتي النمبر ده موجود ما بين اي تو هول نمبرز. تعالوا نشوف، هو انا لو عندي ال 5 هنا وال 6 هنا ومتقسم ما بينهم ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 بارتس، يبقى معنى كده ان ده ديسمال نمبر لاين. يعني ايه ديسمال نمبر لاين؟ يعني الاجزاء ما بين النمبر ده والنمبر ده از 10. يعني البارت ده كده 1 اوفر 10، والبارت ده كده 1 اوفر 10، وكذلك البارت ده 1 اوفر 10، وهنا 1 اوفر 10. ال 1 اوفر 10 احنا قلنا اللي هي ايه؟ اللي هي 0.1، والبارت ده 0.1، وده كمان 0.1. يبقى انا ال 5 لما نزود عليها 0.1 تديني البوينت دي اللي هي 5.1، نزود عليها another 0.1 يبقى البوينت دي عباره عن 5.2. طيب والبوينت دي عباره عن 5.3، والبوينت دي عباره عن 5.4. احنا عايزين نعرف بقى النمبر بتاعنا ده موجود ما بين ايه وايه. انا عندي هنا 5.3 و5.4، هل في ما بينهم حاجه؟ انا مش شايفين اي تقسيمات هنا. لا، قلناها الدرس اللي فات نعمل ايه؟ نفتح بليس. يعني ايه افتح بليس؟ يعني اد زيرو اون ذا رايت. يعني اجي هنا جنب ال3 احط زيرو، واجي هنا جنب ال4 احط زيرو. ايه اللي حصل؟ دي بقت 30 ودي بقت 40. انا ممكن اقسم هنا 10 بارتس كمان. كل لما نفتح بليس يبقى انا بقسم على طول 10 بارتس. لما نيجي نقسم هنا 10 بليسز يظهر معايا ال 5.34. طيب السؤال دلوقتي، مين هم التو هول نمبرز اللي النمبر ده موجود ما بينهم؟ اهم ال 5 والايه وال 6. نعرفهم بسرعه ازاي؟ انا لما يقول لي 5 بوينت حاجه نختار ال 5 واللي بعديها على طول. يعني مثلا لو قال لي كده 4.51 دي موجوده ما بين ايه وايه؟ نقول على طول دي موجوده ما بين ال 4 واللي بعديها الايه؟ ال 5. طيب نيجي نشوف ال 0.24. ال 0.24 انا ما عنديش هول وانز، انا عندي فراكشن على طول. طالما عندي فراكشن على طول يبقى لازم يكون ما بين، احنا شايفين هنا زيرو، يبقى الزيرو واللي بعديه ايه؟ واللي بعديه 1. يبقى ال 0.24 ده انكلودد بتوين، موجود ما بين الزيرو والايه؟ وال 1. يبقى لما هنيجي نحل السؤال ده هاخد على طول الهول 1 واللي بعديه. يعني مثلا لو قال لي 2.78 دي موجوده ما بين ايه وايه؟ نقول دي انكلودد بتوين نبص هنا نلاقي ايه؟ نلاقي 2، يبقى نقول ال 2 واللي بعديها على طول اللي هو الايه؟ ال 3. يعني النمبر ده موجود ما بين ال 2 وال 3. تعالوا نشوف المعلومه الثانيه اللي لازم نعرفها. اي 2 ديسمال نمبرز لازم هنلاقي ما بينهم عدد لا نهائي من النمبرز. يعني ايه كلمه عدد لا نهائي؟ يعني عدد كبير جدا ما نعرفش نعده. طب زي ايه الكلام ده؟ لو قلنا كده 13.1 و 13.2 ما بينهم هما الاثنين، في عندي هنا كام نمبرز؟ في كتير جدا ما نعرفش نعدهم.
هتقولي لي يا مستر ازاي ده احنا مش شايفين حاجه، ادي 13.1 وادي 13.2 يبقى هم ورا بعض. اقول لكم لا خدوا بالكم، ما انا لو جيت هنا فتحت بليس وجيت هنا فتحت بليس هيبقى هنا 13.10 و 13.20، يعني اصبح ما بينهم 10 نمبرز، صح ولا لا؟ في ما بينهم هنا 10. طيب ولو خلصوا ال 10 دول نعمل ايه؟ نفتح كمان بليس هنا وهنا. لما نفتح انظر بليس ونيجي نبص نلاقي دي 13.100 ودي 13.200، يبقى ما بينهم هنا بقى في كام نمبر زادوا، زودناهم. بدل ما كنت همشي من اول ال 10 لحد ال 20 همشي من اول ال 100 لحد ال 200. طيب انا كده هل في بس هنا 200 نمبرز بس؟ لا، طب ما انا ممكن افتح كمان بليس هنا وهنا، اصبح عندي 13.1000 و 13.2000. مين اللي بعد كده؟ هيبقى 13.1001، واللي بعديه 13.1002 and so on لحد ما نوصل ل 13.1999 وده اللي بعده. يبقى انا كل ما بفتح بليس يا اولاد كل ما بكتشف نمبرز جديده. عشان كده بنقول ان احنا عندنا infinite number of decimals between any two numbers. يبقى انا لما يجي لي السؤال بتاع correct or false صح وغلط ويقول لي there is an infinite number of decimals between any two numbers، نقول صح ولا غلط؟ نقول طبعا ايه، نقول صح. لكن لو قال لي there is finite، كلمة finite يعني نعرف نعدهم. لو قال لي there is finite number of decimals between any two numbers ساعتها نجاوب نقول لا، نقول غلط، ما ينفعش يكونوا محددين او نعرف نعدهم، دول عدد كبير جدا جدا لا نهائي ما نعرفش نعدهم. اوكي، طيب المعلومة الثالثة اللي احنا عايزين نعرفها قبل ما نخش على الكمبير، المعلومة الثالثة ان انا في الفراكشن بارت بتاع الديسمال لو عملت ادنج لزيرو اون ذا رايت الفاليو ما بتتغيرش. يعني انا عندي مثلا 1.25 ده هول 1 وده الفراكشن بارت، لو انا جيت ورحت مزود زيرو هنا كده انا كده الفاليو ما اتغيرتش. هتقول لي ازاي يا مستر الفاليو ما اتغيرتش؟ اقول لك خد بالك احنا الاصل بتاعنا كان ايه؟ 1.25، الفراكشن كان 25. يعني ايه 25؟ يعني 25 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 100. هو دلوقتي بقى كام لما زودت زيرو؟ بقى كده 250 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 1000. احنا لو خدنا بالنا هنلاقي ان الفراكشن ده از ايكويفالنت للفراكشن ده. ازاي؟ ال100 عشان تروح لل1000 عملنا تايمز 10، وال25 عشان تروح لل250 عملنا تايمز ايه؟ تايمز 10. يبقى ال25 بارتس فروم 100 بارتس هي بالظبط ال250 بارتس فروم 1000 بارتس. اوكي، يبقى انا لو زودت زيروز اون ذا رايت الفاليو دازنت تشينج، ما بيحصلش اي تغيير. يعني ايه يا مستر؟ يعني ال1.3 هي ال1.30 هي ال1.300؟ ايوه دي زي بعض بالظبط. ليه؟ لان انا عندي ال.3 دي معناها ايه؟ معناها 3/10، وال.30 معناها ايه؟ معناها 30/100، والبوينت 300 دي معناها ايه؟ معناها 300 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 1000، وده ايكويفالنت لده ايكويفالنت لده، كلهم زي بعض، يبقى طبيعي ده زي ده زي ده. تعالوا مع بعضينا نشوف الجزء الاساسي بتاع الليسون اللي هو ازاي نعمل كومبير بتوين تو ديسمال نمبرز. يعني مثلا لو عندي 2.135 و 2.137 وعايزين نحط خطة نمشي عليها عشان نعمل مقارنة، بنعمل ايه؟ اول حاجة نعملها نبص على الهول ونز، هنا في 2 وهنا في 2. طالما هنا في 2 وهنا في 2 يبقى الاثنين قد بعض، يبقى انا لسه ما عرفتش احكم عليهم. طيب هعمل ايه؟ اروح اشوف البارتس اوف تنس، اروح اشوف البليس اللي اسمه تنسز موجود فيه قد ايه، اللي هي الاجزاء من التنس. نيجي نبص هنا نلاقي 1، ونبص هنا نلاقي 1 برضو.
يعني هنا 2.1 و2.1 الاتنين زي بعض بالظبط، معرفتش احكم ما بينهم، مش لاقي واحد اكبر من واحد عشان احكم واقول ان ده اكبر من ده. طيب نعمل ايه؟ نخش على البليس اللي بعده اللي هو ايه؟ اللي هو البارتس اوف هاندردز، اللي هي الهاندردز. هنا موجود في 3، هنا موجود في 3، يبقى برضو مش لاقي واحد فيهم اكبر من التاني عشان احكم واقول ان ده اكبر من ده. لسه لحد هنا مش عارف اعمل المقارنة. طيب نعمل ايه؟ نخش على البليس اللي بعده. مين هو البليس اللي بعده؟ اللي هو ده thousands، اللي هي الاجزاء من الثاوزند. نيجي نبص عليها نلاقي هنا في 5 وهنا في ايه؟ 7. في اختلاف. اول ما نوصل لبليس في ديجيت مختلف يبقى احنا نعرف نعمل كده المقارنه. ليه؟ هنا لقينا البليس ده قاعد فيه 7 والبليس ده قاعد فيه 5، يبقى على طول نقول ان ده جريتر ذان ده. نكتبها ازاي؟ نكتبها كده 2.135. بنعمل كده، نقراها ازاي؟ احنا بنقرا من اللافت، يعني ما اجي اقرا كده، يعني دي كده less than 2.135 is less than 2.137. طالما الفتحة قدام النمبر ده احنا كده كده بنقرا منين؟ بنقرا من اللافت، يعني اقول ده is less than ده. لكن ده لو كان موجود في الاول كنا هكتبه واحط الايه؟ الساين، ان الفتحة تبقى قدامه، واقول ده greater than ده. الجزئية الثانية اللي عندنا في الليسون ازاي نعمل اوردرنج لست اوف ديسمال نمبرز. اوردرنج يعني بشوف مين الجريتست ومين السمولست وبرتبهم ما بينهم ومن بعضيهم. ممكن نرتبهم اسندنجلي او ممكن نرتبهم ديسندنجلي، ممكن نرتبهم من الكبير للصغير او ممكن نرتبهم من الصغير للكبير. الاكزامبل هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايزين نوردر الديسمال نمبرز دي فروم الجريتست تو السمولست. لما نيجي نقارن نعمل ايه؟ اول حاجه نعملها نبص على الهول وانز. يلا نبص على الهول وانز. هنا في عندي ايه؟ هنا في عندي زيرو، هنا في عندي ايه؟ انذر زيرو، هنا في عندي ايه؟ انذر زيرو. يبقى كل دول زي بعض، مش عارف اقارن ما بينهم. نيجي نبص هنا كده نلاقي 1. ايه ده؟ ده ال1 جريتر ذان الزيرو، يبقى اكيد ده اكبر من دول كلهم. طب نبص على اللي بعده نلاقي كمان ايه؟ نلاقي كمان زيرو. يبقى احنا لقينا دلوقتي نمبر في الهول وانز اكبر من اخواته، يبقى على طول ده اول واحد. يبقى مين هو الجريتست؟ الجريتست 1.2. هيبقى اكبر من مين؟ من اللي جاي بعده. مين اللي هيجي بعده؟ يلا نبص. طبعا نعمل على ده كده ايه؟ اكس. خلاص مش عايزينه لان احنا عرفنا ان هو الجريتست. نيجي نبص على اللي بعد كده. احنا خلاص قارنا الهول وانز، هنا كلهم زيروز. نروح نبص على البليس اللي بعد الزيرو، اللي هو البليس اللي هو البارتس اوف تنس، اللي هو التنسز، الاجزاء من التنس. نبص عليها نلاقي النمبر ده موجود عندي هنا في 4 وهنا في 4، يبقى الاثنين دول مش هعرف اقارن ما بينهم. طيب هنا في ايه؟ في 3. الله، ده يبقى ده اقل منهم، يعني الاثنين دول اكبر من ده. ليه؟ عشان هنا في 4 وهنا في 4 وهنا في 3. طب نيجي نبص على ده يلاقي 8. يبقى اللي فيه 8 اكبر من ده واكبر من ده واكبر من ده، يبقى هو ده اللي يجي بعد مين؟ ال 1.2. يبقى نكتب هنا 0.85 وده هيبقى جريتر ذان اللي هيجي بعديه. ونروح عاملين كده عليه ايه؟ اكس كده. احنا خلاص عرفنا ترتيبه فين، لان كلمه اوردرنج يعني ترتيب، انا برتبهم، احنا عايزين نعرف ترتيبهم. فاضل لي بقى مين؟ فاضل لي الثلاثه دول نقارن ما بينهم. لما اجي اقارن ما بينهم خلاص احنا خدنا ده، نعيد بقى الترتيب من جديد، لان انا عندي ده في 0.4 و0.4 و0.3، ده اصغر منهم، ده هنخليه في الاخر. يبقى احنا هنشوف الاثنين دول هنا 0.4 و0.4. نروح عاملين ايه؟ نبص على البليس اللي بعديه. هنا في 0، هنا في كام؟ هنا في 2. طالما لقيت بليس الديجيت اللي فيه اكبر من اللي قدامه يبقى هو الجريتر على طول. مش عايز حد يقول لي يا مستر انا شايف هنا 3 ديجيتس وهنا 2 ديجيتس يبقى ده الكبير. لا، احنا ما بنعملش كده، ما بنعملش كده خالص، لان انا عندي ال 0.42 ده ممكن اقول عليه كده 0.420، ده هو ده بالظبط. يبقى هنا 420، هنا 402، يبقى مين الكبير؟ ده الكبير. يبقى نحط هنا 0.42، نحط الجريتر. فاضل لي مين؟ فاضل لي ده وفاضل لي ده.
وده انا عارف ان هو اصغر منهم هما الاثنين، يبقى نكتب ده وبعد كده نكتب اصغر واحد اللي هو ده. يبقى انا كده عملت اوردرنج ليهم وعرفت مين فيهم الجريتست ومين فيهم الايه السمولست. وهي دي الطريقه اللي بنقارن بيها، بنمسكهم بليس بليس ونمشي من اول الليفت توردس رايت. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اكسرسايز 1 بيقول لي كومبليت وذ سوتبل هول نمبرز از ان اكزامبل، يعني هيديني ديسمال نمبر وعايزين نشوف هو ما بين انهي هول نمبرز. احنا اتفقنا ببص على الهول نمبر بتاعه ويبقى هو موجود ما بين الهول نمبر بتاعه واللي بعده على طول. وطبعا ده اكسرسايز سهل جدا، يعني لما اقول لكم كده 24.9 موجوده ما بين ايه وايه، تروح تبص على هول نمبرز تلاقيه 24، يبقى 24 واللي بعده يبقى 25. هنا 20.40 موجود ما بين ايه وايه، ابص على الهول نمبرز هنا الاقيه 20، اقول يبقى هو جريتر ذان ال 20 وليس ذان ال 21 اللي بعده على طول. يلا هنا 754 وفراكشن، نبص على الهول 1 نكتبه هنا 754. مين بقى اللي بعد ال 754؟ 755. هنا 0.92، الله ده الهول 1 زيرو، يعني نكتب ايه؟ نكتب زيرو واللي بعده 1، يبقى ده فراكشن لسه ما جابش ال 1، يبقى ما بين الزيرو وال 1. يلا هنا 6 اند فراكشن، يبقى ما بين ال 6 وال 7. هنا يبقى ما بين ال 15 وال 16. هنا 208 اند هاف، يبقى 208 و 209. 400 اند فراكشن تبقى ما بين ايه؟ نبص على الهول 1 اللي هي 400 نكتبها هنا. مين اللي بعد ال 400؟ 401. يلا اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ mention four numbers between each of the following. الاكسرسايز ده يا اولاد مهم جدا وعايزكم تفهموه كويس. ليه؟ لان هو هيديك تو نمبرز انت هتحس ان هم ورا بعض على طول. يعني هو هيديك ايه؟ هيقول لك 0.7 0.8. ايه ده؟ دول ورا بعض. لما تيجي انت تشوفهم ورا بعض ولا مش ورا بعض؟ اه ورا بعض. طب هو بيقول لي هات لي فور نمبرز between them، يعني هات لي فور نمبرز ما بينهم. نجيبهم ازاي؟ دي ملهاش غير طريقة واحدة، نفتح بليس. يعني ايه افتح بليس؟ بدل ما تبقى 7 بارتس فروم 10 نخليها 70 بارتس فروم 100 بارتس، وال 8 نخليها 80. يعني نحط هنا 0 ونحط هنا 0. ايه اللي هيحصل؟ هبص بعيني هلاقي ظهر عندي 10 نمبرز بتوين ال 70 وال 80. لما نيجي نكتب بقى نقول ايه؟ نقول كده 0.71 واللي بعديه 0.72 و 0.73 و 0.74. يبقى انا كده قدرت اجيب 4 numbers between them. طيب نيجي هنا 17 و 18، يا مستر دول ورا بعض. اقول لك لا، خد بالك زود بليس على الرايت. طب انا ال 17 وال 18 ازاي ازود بليس على الرايت؟ ده اليونتس. ايه البليس اللي بعد اليونتس؟ اقول لك لا، انا عندي بليسز على الرايت اللي هي ايه؟ اللي هي البليسز بتاعت الفراكشن. عندي البارتس اوف 10، البارتس اوف 100 اند سو اون. يعني اعمل ايه؟ تحط كده، تحط بوينت وتفتح بليس في البليسز بتاعت الفراكشن، ونحط هنا كده البوينت وناد وناد ايه؟ وناد زيرو. طالما انا كده فتحت بليس ممكن ازود الايه؟ الديجيتس اللي موجوده في البليس ده. يعني ممكن اقول في عندي 17.1 و17.2 و17.3 و17.4. يلا هنا عرفنا بقى الطريقه نعمل ايه، بنفتح بليس. يعني هنا 12.1 12.2 ازود هنا 0 وازود هنا انظر 0، الاقي ان انا ممكن امشي من اول ال10 لحد ال20، يبقى ما بينهم 12.11
12.12 12.13 و12.14. يلا هنا نعمل ايه؟ نقاد 0 هنا كده ونقاد 0 هنا، نلاقي 23 24 اتحولت ل 230 240، نعرف نعد ما بينهم. لكن انا ال 23 وال 24 ما كنتش هعرف اعد ما بينهم حاجه، لكن هنا 230 و 240 نعرف نعد ما بينهم. يبقى نكتب كده 400 and 231 400.232، اللي بعده 400.233، وعندي 400.234. وممكن نزود اكتر من كده كمان، نيجي يلا هنا 14.9 وعندي 15. انا عندي هنا في بليس اللي هو التنسيس مفتوح، يبقى لازم افتحه هنا. هو انا ال 14.9 مش بعديها على طول 15؟ لو احنا هنعد بالاجزاء من التنس، لو انا هزود كده من اول مثلا 5 6 7 8 9 10، ال 10 دي هيوصلني على ده على طول. يعني لو احنا هنمشي اجزاء من التنس هيبقى ده زي ده، يبقى مش هعرف اجيب بينهم حاجه. طب اعمل ايه؟ نفتح بليس، يعني ده نخليه كده 14.90 وده نخليه 15 ونحط هنا 2 zeros. يعني ايه؟ يعني ما بينهم كده هيبقى عندي الاتي 14.91، ومين كمان 14.92، واللي بعده 14.93، واللي بعده 14.94. يلا هنا 0.9 وهنا 0.1، نخلي هنا البليسز قد البليسز. دي اسمها يا ولاد بنعمل بالانس، لازم نعمل توازن ما بين النمبر ده والنمبر ده. البالانس بعمله ازاي؟ بخلي عدد البليسز في الفراكشن بارت في النمبر ده والنمبر ده قد بعض. هنا عندي 2 بليسز، يبقى نحط هنا ايه؟ 2. يلا نشوف ده هنا 9 بعديها 10، 9 بعديها 10 على طول. هل ينفع اجيب حاجه ما بينهم؟ لا مش هينفع. طب نعمل ايه؟ نفتح بليس، يعني دي نخليها ايه؟ دي نخليها كده 0.090، ودي نخليها 0.100. اللي حصل اصبحت دي 90 واصبحت دي 100 parts from 1000 parts. يبقى ما بينهم في عندي حاجات ظهرت، اللي هي ايه؟ 0.091 0.092 0.093 0.094 and so on. يبقى يا اولاد الاكسرسايز ده مهم جدا. ليه؟ لازم تعرف ان انت تقدر تفتح بليسز في الديسمال فراكشن عن طريق ان انا ازود زيروز اون ذا رايت، ولازم يكون في بالانس. يعني ايه بالانس؟ لو حطيت هنا فتحت بليس لازم اللي قدامه يبقى مفتوح زيه نفس البليس. هنا عندي 23 تو بليسز، هنا تو بليسز، زودت بليس ازود هنا بليس، هنا 3 ديجيتس هنا 3 ديجيتس، هنا 4 ديجيتس هنا 4 ديجيتس. طيب يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. نيجي نشوف اكسرسايز 3، بيقول لي which of the numbers inside the opposite rectangle lies. مين هنا بيقع ما بين الحاجات دي؟ اول حاجه between ال 17 وال 18. between ال 17 وال 18 هو في بينهم حاجه؟ انا ممكن افتح بليس اقول كده 17. طب انا ما افتح بليس بعد اليونتس، ده دي اليونتس، هو في بليس بعد اليونتس؟ ايوه في بليس على الرايتس من اليونتس، اللي هي البليسز بتاعت الفراكشن، اللي هي ايه؟ اللي هي الاجزاء من التنس والاجزاء من الهندردز والاجزاء من الساوزند. يعني ال 17 دي ممكن نقول عليها كده. طب وال 18؟ ال 18 ممكن نقول عليها كده. يبقى ممكن ما بينهم نلاقي ايه؟ اي حاجه 17 اند فراكشن جنبيها، يعني دي ودي ودي كلهم موجودين ما بين ده وده. يبقى هنكتب هنا 17.03 وال 17.7 and 17.019. طيب يلا between 34 و 34.5. طب ال 34 دي نعمل لها بالانس. يعني ايه نعمل بالانس؟ يعني نزود بليس على الرايت عشان نبقى زي ده. نعمل كده 34.0 ودي 34.5. طب لو قلنا انظر 0 هنا وانظر 0 هنا في مشكله؟ لا، ده انا كده ممكن اشوف نمبرز اكتر ما بينهم. طب يلا
انا ال 34 موجوده ما بين ده وده؟ لا مش موجوده. بيقول لي بتوين، يعني ما ينفعش ناخد الايه ال 34 دي، مش موجوده ما بينهم. طيب 34.2 اه موجوده ما بين ده وده، هنا 34.2. ليه؟ هي التو عباره عن 20، ال 2 دي اكنها 20 بالظبط، وال 20 موجود فعلا ما بين الزيرو لحد ال 50. طب ايه تاني؟ ممكن ناخد اللي هي دي 34.07. طيب نيجي نشوف بتوين 33 و 35 عندي مين؟ طبعا ال 34. وايه كمان؟ ممكن ده برضو ممكن اقول 34.2 موجود فعلا ما بين برضك ال 33 و 35. وايه كمان؟ اخد دي كمان ال 34.07. نيجي نشوف بتوين 17 و 17.5. طب ما تيجي نفتح بليسز عشان نشوف اكتر، يعني اقول كده 17.00 وهنا 17.50، نلاقي ما بينهم ايه؟ ممكن نلاقي ما بينهم 17.019، ونلاقي كمان 17.03. طب نلاقي ده ما بينهم؟ لا ده 17.70، ده بعد ال 50. طيب نيجي نبص هنا برضو نفتح بليسز عشان نشوف اكتر، هنا هنلاقي مين ما بينهم؟ ال 17.03 اه موجوده هنا 17.03 و 17 برضو 0.019. يلا نبص هنا 34 و 34.1، نفتح بليسز نخلي دي 34.00 ودي 34.10. اللي ما بينهم نلاقي ما بينهم 34.07، دي ما بينهم، يبقى دي هنا 34.07. اكسرسايز 4 بيقول لي بوت ذا سوتبل ريليشن للزان جريتر زان اور ايكوال. هنا هنبتدي نقارن البليسز مع بعض، نعمل بالانس في الاول وبعد ما نعمل البالانس نقارن البليسز. يلا مع بعضينا، هنا 0.6 0.3 يلا نقارن. هنا الهول وانز 0 والهول وانز 0، يبقى الاثنين مش عارفين نقارن ما بينهم. نيجي نبص هنا البليس اللي بعده، هنا في 6 هنا في 3، يبقى طالما ال 6 greater than 3 يبقى النمبر ده is greater than النمبر ده. هنا 0.5 0.9 في بالانس اه في بالانس، عدد الديجيتس هنا قد الديجيتس هنا. يلا نقارن الهول وانز 0 وهنا برضو 0، هنا 0 هنا برضو 0، هنا 5 هنا 9، يبقى ده الجريتر. طبعا ممكن واحد اول ما يبص على طول يعرف، مش لازم اقعد اشوف الديجيت مع الديجيت، ممكن نلاقي حاجات سهله. طيب هنا 0.35 0.50 هنا في 2 ديجيتس، يلا نعمل بالانس حط هنا 0. ممكن واحد يقول لي يا مستر انا شايف هنا 35 وهنا 50 يبقى ده جريتر على طول، تمام. وممكن واحد يقول ايه انا هبص الهول وانز هنا 0 وهنا 0 يبقى مفيش اختلاف، هنا في 3 هنا في 5، ادي اول اختلاف. طالما ده جريتر يبقى النمبر كله از جريتر. يلا هنا هنا 9 وهنا 6 يبقى ده جريتر. حل بسرعه شويه، في بالانس اه في بالانس، يعني في اتزان ما بين الفراكشن ده والفراكشن ده. هنا عندي 3 بليسز وهنا عندي 3 بليسز، هنا في 4 هنا في 5 يبقى ده جريتر. يلا 0.04 0.40 هنا مفيش هول وانز، هنا مفيش هول وانز، هنا في 0 هنا في 4 يبقى ده الجريتر. نيجي نشوف هنا الهول وانز 0 وعندي 0، عندي هنا 4 وعندي هنا 3، يبقى الديجيت ده في البليس ده اكبر من الديجيت الثاني اللي في البليس اللي زيه بالظبط، يبقى ده كده الجريتر. يلا هنا الهول وانز 5 قدامه 5 وال6 قدامه ال6، نيجي نبص هنا في بليس، هنا مفيش، نفتح بليس افتحه واحط فيه 0، هنا في 0 وهنا في 0، يبقى هما الاثنين ايه؟ ايكوال. نيجي نشوف اللي بعد كده، يلا نبص على الهول وانز، هنا 0 وهنا 1 يبقى على طول ده الجريتر. يلا هنا ده هول 1 وده فراكشن، بس فراكشن كبير مش مشكله، المهم طالما الهول 1 ب 0 يبقى ده على طول لزن ده، يبقى ال 1 جريتر. هنا 3.14 و 3.2 الهول وانز قد الهول وانز. يلا نبص على الفراكشن بورت، هنا في 1 هنا في 2، يبقى ده الايه؟ ده الجريتر. يلا هنا 9 مع 9، هنا في 0 هنا في 5، يبقى ده على طول ايه؟ الجريتر. لو لقينا ده زي ده نخش نعمل بالانس ونحط ايه؟ نحط هنا 0.
بس احنا شايفين على طول ان ده greater than ده. يلا اللي بعد كده 23 وهنا 23، عندي هنا 6 عندي 6، مش عارفين نقارن، محتاجين ديجيت كمان، هنا 0 هنا ايه هنا 5، يبقى على طول ده greater. مش محتاج ابص على ده، محدش يقول لي يا مستر هنا في 3 بليسز هنا في 2 بليسز يبقى ده الكبير. لا طبعا غلط، الكلام ده غلط تماما، لازم اقارن بليس باي بليس. الهول وانز زي الهول وانز، خش على البليس اللي جنبه، هنا 1 هنا 0 يبقى ده الجريتر. يلا هنا 7 وهنا 1 يبقى ده الجريتر على طول. هنا 28 هول وانز هنا 2 يبقى ده الجريتر على طول. احنا لما كنا بقى بنقارن في الهول وانز اللي فيه ديجيتس اكتر لازم يبقى اكتر. يلا هنا 15 وهنا 15، هنا 4 وهنا 4، لسه مش عارفين نقارن، هنا في 2 هنا في 3 يبقى ده على طول الجريتر. هنا في 100 هنا في 99 يبقى ده الجريتر. 2 and 1 over 4 2 and 23 hundreds. دي بقى من المسائل الحلوه اللي احنا لازم نحول فيها الميكسد لديسمال. يعني اجي كده في الدرافت اقول كده ال 1 over 4 عايزين نحوله لديسمال، يبقى هنعمل تايمز 25 ديفايدد 25 اللي هي هنا 100 وهنا ايه 25، يبقى ده هيكوال كام 0.25. يبقى ال 2 and 1 quarter هي 2.25. هنا 2 زي 2 وال 2 زي 2، هنا 5 وهنا 3 يبقى ده الجريتر. يلا هنا ال 3 اوفر 4 لازم نحولها ال 3 ديفايدد 4، نحولها ديسمال، نعمل تايمز 25 ديفايدد 25 يدينا 75 وهنا 100. 75 ديفايدد 100 اللي هي 0.75. يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1.75. الاثنين زي بعض يبقى ايكوال. هنتفق بقى ال 1 اوفر 4 ب 0.25 وال 3 اوفر 4 ب 0.75 عشان لما تجي لنا نحولها بسرعه. طب وال 1 اوفر 2 ب 0.50، يعني دي كده 1.50 وهنا 1.05 يبقى ده الجريتر. هنا 3 اند 3 اوفر 4 يعني 3.75، لان احنا خلاص حفظنا ان ال 34 عباره عن 0.75 3 قدامها 3 هنا 7 وهنا 5 يبقى ده الجريتر. نيجي نشوف هنا 3 اند 7 اوفر 25 و 37.25، ها نتعب نفسنا ونشتغل على ال 7 اوفر 25 ونحولها ديسمال؟ ده انا عندي هنا 3 هول وانز وعندي هنا 37، ممكن اقارن على طول، يبقى ال 37 از جريتر. يلا هنا 8 بلس 0.2 بلس 0.06 دي عباره عن ايه؟ دي اللي هي كده 8.26. طب ال 8.26 هنا عندي نيجي نقارن 8 مع 8 و2 مع 2 و6 مع 6، هنا في 0، انا ممكن هنا افتح بريس واحط 0 يبقى الاثنين زي بعض بالظبط. اللي بعد كده 3 tenses، يعني ايه 3 tenses؟ يعني 3 parts of 10 اللي هي كده 3 اوفر 10 اللي هي 0.3، ده فراكشن وده عندي 30 هول وانز يبقى ده ايه؟ ده الجريتر. يلا اللي بعد كده 54 تنسز، يعني ايه؟ يعني كده 54 حط تحتيها 10، 54 هندردز يعني 54 تحتيها 100. دي احنا قلنا بنحولها ازاي؟ نحط البوينت افتر 1 ديجيت فروم ذا رايت تبقى 5.4، وهنا نحط البوينت افتر 2 ديجيتس فروم ذا رايت تبقى 0.54. هنا عندي هول وانز هنا مفيش يبقى ده الجريتر. يلا اللي بعد كده which is greater، هنا 16.3 or 6.63؟ هنا 16 هنا 6، لا طبعا ده الجريتر يبقى 16.3. 5.07 or 6، الهول وانز عندي 5 هنا 6 يبقى طبعا 6 هي الجريتر. هنا 3.24 3.42، ال 3 زي ال 3، هنا في 2 هنا في 4 يبقى ده الجريتر 3.42.
29 قدامها 29 هنا في 1 هنا في 5 يبقى ده الجريتر 29.5 which is smaller هنشوف من الديجيت اللي اقل من الديجيت اللي قدامه الهول 1 قد الهول 1 هنا في 5 هنا في 0 يبقى ده السمولر هنا 14 وهنا 9 يبقى اكيد ال 9 هي السمولر هنا 27 هنا 23 يبقى ال 23 هي السمولر ما عنديش هنا هول 1 وما عنديش هنا هول 1 هنا عندي 7 هنا عندي 9 يبقى ده السمولر Exercise 7 بيقول لي arrange the following numbers in an ascending order يعني من الـ smallest للـ greatest يعني الصغير نكتبه الأول طيب يلا نقارن عندي هنا 7 whole ones عندي هنا 7 عندي هنا another 7 يبقى كلهم زي بعض لحد دلوقتي مش عارفين نقارن يلا نخش على الديجيت اللي بعد كده عندي 5 عندي 3 عندي 2 مين أقل ديجيت 2 يبقى الـ smallest number هو ده يبقى نبدأ بإيه 7.25 مين اللي بعديه ده 7.30 مين اللي بعديه ده 7.8.5 اللي بعد كده ما عنديش هول وانز ده زي ده زي ده ناخد الديجيت اللي بعد كده عندي 4 وعندي 7 وعندي 4 يبقى اكيد اللي فيه 7 اكبر واحد نحطه اخر واحد يبقى انا عندي ده وعندي ده مين فيهم اللي سمولست الفور زي الفور نخش على الديجيت اللي بعده هنا 5 هنا 2 يبقى ده لزن ده يبقى نكتب ده الاول ونكتب ده بعدين يلا اللي بعد كده هنا 5.8 5.08 58 وهنا 8.5 58 ده كبير جدا يبقى يتحط هنا طيب عندي هنا 5 و 5 و 8 ال 8 اكبر منهم يبقى نحطه هنا ده كبير يتحط منين من الناحيه الثانيه بالاخر كده يلا نقارن ما بين الاثنين دول 5 و 5 زي بعض هنا عندي 8 هنا عندي 0 يبقى ده السمولست يلا اللي بعد كده 75 whole ones 75 75 75 كلهم زي بعض نخش بقى على الديجيت اللي بعده عندي 1 عندي 2 يبقى ده اكبر من ده عندي 1 عندي 2 يبقى نعمل ايه ناخد الاثنين اللي فيهم 1 لان الاثنين دول كبار ونقارن ما بينهم نبص على الديجيت الثاني هنا في 2 هنا في ايه هنا في 0 يبقى انا عرفت ان ده لزن ده يبقى نكتب ده الاول ونكتب ده بعدين بعد كده نمسك ده ونمسك ده نقارن ما بينهم ها هنا في 4 هنا نعمل ايه لو هنعمل بالانس هنحط 0 يبقى هنا 4 وهنا 0 يبقى ده از ليس ذان ده يبقى نكتب هنا 75.20 وهنا 75.24 يلا اللي بعد كده 157 152 152 157 يبقى اكيد اللي فيه 152 ده وده هم الصغيرين نسيب دول بقى اللي دول 157 يلا 152.3 و.1 طبعا 0.3 greater than 0.1 يبقى ده الصغير نكتب ده الاول تمام يلا هنا ده وده ده هول وانز وده معاه فراكشن يبقى اكيد اللي معاه فراكشن اكبر ده الهول وانز ومعاه حاجه جنبه يبقى نكتب ده الاول وبعدين نكتب ده يلا هنا 0.3 0.003 وهنا زي ما انتم شايفين كده نعمل ايه نقارن برضو بالبليسز هنا في 0 0 0 0 خش على اللي بعده هنا 3 هنا 0 هنا 0 هنا 3 يبقى اكيد اللي فيهم 0 دول اقل من الاثنين التانيين دول يبقى نكمل مع الاثنين دول عندي هنا في 0 عندي هنا في 3 يبقى اكيد ده السمولر يبقى نكتب ده الاول يلا نبتدي بقى نشتغل على ده ونشتغل على ده هنا عندي 2 ديجيتس عندي هنا ديجيت واحد 3 و 3 اجيب الثاني منين احط 0 كده
نعمل بالانس ما بين ده وما بين ده، هنا في زيرو هنا في تو، يبقى ده الجريتر وده السمولر، يبقى نحط ده الاول. يلا اللي بعد كده نيجي، يلا نبص على الهول وانز. عندي هنا 98، عندي 7، عندي 210، 83، 300، وعندي هنا 82. طبعا احنا لاحظنا ان 300 اكبر واحد، احنا ممكن نكتبه في الاخر. يعني وانا بعمل الرينج من السمولست للجريتست، لو قابلت الجريتست نحطه في الاخر. نحط هنا 300 اند 1، خلاص خدنا ده. ده مش كده كمان، ده انا عندي 210 انا شايفه كبير قوي، نحطه هنا. تمام، يبقى كمان خدنا ده. يلا نشوف مين السمولر بقى. هنا عندي 98 7، هنا 83 82، يبقى ال 7 اقل واحد. ما بصش على الفراكشن، طالما الهول وانز مختلف ما نبصش على الفراكشن خالص، لان انا كده عرفت احدد ان هو لس. يبقى 7.395 خدنا ده كده. بعد كده ناخد 82، بعد كده 83.624، وبعد كده ناخد 98.76. يلا نشوف هنا، اتفقنا ان الكوارتر ايكوال كام؟ 0.25. يعني اول ما تجيلي حاجه كده فيها ميكسد وما انا عامل على طول دي عباره عن 6.25. تمام، يلا مين اللي سمولر؟ عندي كلهم الهول وانز 6. نبص على اول ديجيت، عندي هنا 2، عندي هنا 2، عندي 3، عندي 3. يبقى الاثنين دول هم اصغر من الاثنين دول، يبقى ناخدهم ونبص عليهم. عندي هنا 2 ديجيتس، ال 2 زي ال 2، لكن انا عندي هنا 5 وهنا نفتح بليس، يبقى هنا 5 قدامها 0، يبقى ده الصغير. يبقى نكتب هنا 6.2، وبعد كده 6.25، وهنا نقارن ما بين ده وما بين ده، 6.3 6.3. هنا في ديجيت، هنا مفيش بليس، نفتح بليس نحط فيه زيرو. يبقى عندي 5 وعندي 0، يبقى ده السمولر، يبقى 6.30، وعندي هنا 6.35. يلا هنا 3 اوفر 5 و 11 اوفر 25. الاول نعمل ايه؟ ال 3 اوفر 5 نحولها ديسمال. ازاي؟ نعمل تايمز 2 ديفايدد 2. ليه عملت تايمز 2؟ عشان اخلي ال 5 10. يبقى 3 تايمز 2 تديني 6، يبقى انا عندي هنا ده عباره عن 0.6. طب يلا 11 اوفر 25 نعملها ازاي؟ ادي ال 11 اوفر 25. ازاي نوصل ال 25 لل 100 تايمز 4؟ يبقى نعمل لل 11 تايمز 4 تديني 44. يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن 0.44. يلا نقارن بقى. مين اصغر واحد؟ انا عندي هنا 0 0 0 0، مفيش عندي هول وانز. خش على الديجيت اللي بعده، عندي 4، عندي 6، عندي 4، عندي 0، يبقى ده السمولست. مين اللي بعد كده؟ اللي فيه 4 واللي فيه 4. طيب نخش على الديجيت اللي بعد كده، هنا في 4، هنا نعمل ايه؟ نحط 0، نعمل بالانس ما بينهم. يبقى هنا في 4 وهنا في 0، يبقى ده السمولست. ولما نيجي نكتب ده نكتب الاصل بتاعه اللي هو 11 اوفر 25. اخر واحد مين؟ اللي هو ده، نكتب 3 اوفر الايه؟ اوفر ال 5. يلا هنا ده ديسمال، نحول ده لديسمال تبقى 3.25. ليه؟ عشان احنا قلنا ان ال 1 اوفر 4 على طول هيبقى 0.25. طيب 3 تنسز، يعني ايه 3 تنسز؟ يعني 3 اوفر 10 اللي هي ايه؟ اللي هي ال 0.3، ودي 3.5. ليه 0.5؟ عشان ال 1 اوفر 2 على طول ب 0.5. تمام؟ يلا هنا 3 وهنا 3 وهنا 0 وهنا 3، يبقى ده اقل واحد. يبقى نكتب مين؟ ما نكتبوش بقى، نكتب كده 3 تنسز. نكتب الاصل دايما. خلاص خلصنا ده. هنا 3 و 3 و 3، نخش على اللي بعده. عندي هنا 0، عندي هنا 2، عندي هنا 5. يبقى عرفت اقارن ما بينهم كلهم في خطوه واحده، يبقى ده اقل واحد. مين اللي بعديه؟ اللي فيه 2 اللي هو 3 اند كوارتر. مين اللي بعديه؟ 3 اند هاف. يلا نشوف اللي بعد كده، بيقول لي arrange the following numbers in a descending order. descending يعني greatest لل smallest. هنحط greatest الاول. يلا نقارن، عندي 5 5 5
5 5 ما اعرفش نحدد. عندي هنا 5 وعندي 5 وعندي 8 وعندي 7، يبقى اللي فيه 8 اكبر واحد يبقى نكتبه هو، وبعدين اللي فيه 7 ها، وبعدين نعمل ايه؟ نقارن ما بين دول، هنا 5 5 5 5 هنا 8، طب وهنا في ايه؟ نعمل بالانس نحط 0، يبقى ده جريتر ذان ده، يبقى 5.58 وهنا 5.8.5. يلا اللي بعد كده مين الجريتر؟ هنا عندي مفيش هول وانز خالص، هنا في 8 8 8 هنا مفيش، ده اصغر واحد بقى ان كلهم 8 وده مش موجود، يبقى نعمل ايه؟ نكسب وقت ونحطه في الاخر لانه اكيد هيجي في الاخر. يلا نشوف السكند ديجيت، هنا 0 هنا 4 هنا 5، يبقى ده الكبير، ده اللي بعده، وبعد كده ده اللي بعده. يلا هنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن 5 and 3600. هنا في 500 اكيد ده الكبير، هنا 5 5 5. خش على الديجيت اللي بعده، عندي هنا 6 عندي هنا 3 عندي هنا 0، خلاص يبقى ده وبعدين ده وبعدين ده، يبقى 5.63، وده نكتب الاصل بتاعه 5 and 36 over 100، وده نكتب 5.063. هنا اللي بعديها ال 1 over 2 اللي هو ايه؟ اللي هو 0.5، ال 1 over 4 اللي هو 0.25، كلهم ما فيهمش هول وانز. ناخد الديجيت اللي بعد كده، عندي 5 عندي 2 عندي 0 عندي 0، يبقى اكيد ده الكبير وده اللي بعديه، يبقى 0.5 نكتبه ايه؟ نكتب الاصل بتاعه، وده 1.4. عندي 0.05 و0.025، هنا 0 قدامه 0 هنا 5 هنا 2، يبقى ده الكبير، يبقى 0.05 وهنا 0.025. يلا يا اولاد هنا ال 1 over 8 نعملها ازاي؟ ازاي نخلي ال 1 over 8 الدينومينيتور بتاعها 1 وجنبيه زيروز؟ ال 8 دايما اختها مين؟ اختها 125، كانت بتوصلنا لكام؟ ل 1000. بعمل ايه؟ اعمل لها تايمز 125. دايما ال 8 وال 125 هما الاثنين اخوات. طيب وال 1 ده نعمل له تايمز 125، يبقى هنا هيوصلني 125 ديفايدد 1000، يبقى ال 1 اوفر 8 على طول ب 0.125، يبقى هنا 6.125. هنا في عندي 6 هنا عندي 6 عندي 6 عندي 6 كلهم زي بعض. خش على الديجيت اللي بعده، هنا في 1 هنا في 0 هنا في 1 هنا في 1، كلهم زي بعض كبار وده اصغر منهم، نحطه في الاخر نشطب عليه. يلا نقارن ما بين السكند ديجيت، ده هنا في 2 هنا في 5 هنا في 5، يبقى اكيد ده اصغر من هما الاثنين دول، يبقى نحطه بعد ده من ناحيه الايه؟ الصغيرين، يبقى هنا 6.125. وبعد كده نقارن ما بين الاثنين دول، هنا 3 ديجيتس نفتح بليس، يبقى انا عندي هنا 0 وعندي هنا 2، يبقى ده الجريتست، يبقى هنا 6.152 6.150. اوكي يلا يا اولاد 1 اوفر 5 عايزين نحوله لديسمال، كنا بنوصل ال 5 ل 10، ازاي نعمل لها تايمز 2؟ يبقى وصل ال 1 هنا نعمل لها تايمز 2 تبقى 2 اوفر 10 اللي هي 0.2، يبقى ده عباره عن 1.2 وده 1.1. هنا 13 تنسز يعني 13 اوفر 10 اللي هي 1.3 وهنا 1.5. طبعا هنا يا اولاد هنشيل ده كده، حط مكانه ال 6 اند 1 اوفر 8، نكتب الصوره الاصليه بتاعته. طيب يلا مين اصغر واحد؟ هنا 1 1 وهنا 1 وهنا 1 كلهم زي بعض. نبص على الديجيت اللي بعد كده، هنا في عندي 2 هنا في عندي 1 هنا في عندي 3 هنا في عندي 5، يبقى ده الجريتر على طول، وبعد كده ال 13 تنسز، وبعد كده ال 1.2 اللي هي 1 اند 1 اوفر 5، وبعد كده ال 1.1 اللي هي 1 اند 1 ايه 1 اوفر 10. نيجي اللي بعد كده
The numbers that are greater than 3 are ايه؟ يقول لي the numbers يعني هنختار اللي من هنا اللي كلهم اكبر من 3. طب 1.3 لا ده less than 3. 3.2 ايوه greater than 3 يبقى نكتب 3.2. مين كمان؟ 10.04 10 اكبر من 3 يبقى 10.04. مين كمان؟ 3.12. وكمان مين؟ 3.215 thousands. طب 1.12 لا طبعا دي less than 3. طيب the numbers that are smaller than 3 مين اللي smaller than 3؟ 1.3 ومين؟ 1.12. اللي بعد كده the smallest number is مين اقل واحد فيهم؟ هنا عندي ده 1 point حاجه 1 point حاجه ال 1 زي ال 1 هنا في 3 هنا في 1 يبقى ده ال smallest يبقى is 1 and 12 hundredths. ال greatest is ايه؟ طبعا اللي فيه 10 يبقى 10.04. يلا the numbers that are included between 1 and 3 مين اللي ما بين ال 1 وال 3؟ يعني greater than 1 و less than 3 واضح ان هما الاثنين دول يبقى 1.12 و 1.3. اللي بعد كده the numbers are included مين اللي ما بين 2 and 4؟ طبعا كل اللي فيهم 3 بوينت حاجه كلهم ما بين ال 2 and 4. The numbers that are included between 3.15 و 3.25 ها مين اللي ما بينهم؟ يلا نزود هنا 0 كده يلا نزود هنا 0 كده هنا 3.2 3.2 يعني لو زودنا 2 زيروز لكنها 200 ما بين ال 150 وما بين ايه؟ ال 250 يبقى انا عندي 3.2 موجوده فعلا هنا. مين كمان؟ هل 3.12؟ هل ال 12 less than ال 15؟ يبقى لا. طيب 3.215 فعلا ما بينهم يبقى 3.215 بارتس فروم 1000 بارتس. يلا مين اللي بعد كده؟ The order of the numbers in an ascending order عايزين نرتبهم من ascendingly يعني من الصغير للكبير. من اصغر واحد قلنا ده اصغر واحد يبقى 1.12. مين اللي بعده؟ 1.3. مين اللي بعده؟ احنا قلنا اكبر واحد 10.04. يلا نرتب بقى اللي هم ايه؟ 3.12 وبعد كده ده وبعد كده ده يبقى عندي هنا 3.12 بعد كده 3.2 وبعد كده 3.215. نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي underline the equal numbers in each of the following. equal numbers مين اللي زي بعض بالظبط؟ طالما قال لي زي بعض بالظبط عشان ناخد بالنا منهم لازم نعمل balance مع اكبر ديجيتس على الرايت. هنا عندي 2 ديجيتس 2 3 2 3 نعمل ايه؟ نخليهم كلهم 3 بليسز على الرايت يعني نزود هنا بليس ونزود هنا بليس وهنا نزود بليس. يلا نبص بعينينا بقى مين اللي زي بعض بالظبط؟ نلاحظ ايه؟ ده كده قد ده كده بالظبط لكن دول مختلفين عن بعض. يلا هنا عندي 2 ديجيتس 1 ديجيت 2 ديجيتس 3 ديجيتس 1 ديجيت هنا عندي 3 ديجيتس يبقى هنعمل بالانس معاهم كلهم على ده يبقى نخلي كلهم الفراكشن بتاعهم 3 بليسز يبقى نحط هنا 0 0 حط هنا جاست 1 0 حط هنا 2 زيروز حط هنا ايه جاست 1 0. يلا نبص بعينينا نلاقي ده كده ايه 0.100 وده 0.100. هنا في ايه؟ هنا في 10 هنا في 0 خلاص هم دول بس. اوكي يبقى لازم نعمل في الاول بالانس على الفراكشن بارت نخلي الفراكشن بارت كلهم زي بعض. يلا نبص بعينينا الفراكشن بارت فيه هنا ايه 3 بليسز يبقى نخليهم كلهم 3 بليسز بنحط هنا 0 وهنا نحط 0. يلا نبص بعينينا مين اللي زي بعض اهم جنب بعض اهم ده كده زي مين؟ زي ده كده. ها هل في حاجه تانية؟ مفيش. يلا هنا اكبر حاجه كام بليس؟ 1 2 3 يبقى نعمل بالانس عليهم كلهم ب 3 بليسز يبقى نحط هنا 0 ونحط هنا 2 زيروز ونحط هنا 0. نبص بعينينا مين زي بعض اهم 9.700 وادي 9.700. اوكي
يلا اللي بعد كده. Write the following numbers in their suitable place. تمام؟ على النمبر لاين. هنا مديني ديسمال نمبر لاين ما بين ال 5 وال 6، يلا نكاونت 5.1 5.2 5.3 5.4 هنا 5.5. خلصنا دي. 6.3 تبقى هنا. ها؟ 6.7 هنا 4 5 6 هنا 7. 5.2 تبقى هنا. 5.9 تبقى ايه؟ تبقى هنا. عايز الاوردر، الاوردر على النمبر لاين دايما اللي سمولست اون ذا ليفت، يعني لما بمشي كده بزيد، يبقى مين اصغر واحد ده؟ يبقى 5.2 بعد كده 5.5 5.9 6.3 6.7. يبقى انا لو حطيتهم على النمبر لاين اكني بالظبط عملت لهم اوردرنج. طيب يلا اللي بعد كده. هنا 3.89. طب ناخد بالنا هنا من اول ال 8 وهنا عندي ال 9، دي متقسمه ازاي؟ ها؟ ده دي ورا بعض على طول، يبقى نحط هنا 0 ونحط هنا 0. يبقى ده هنا 81 82 83 84 and so on. يبقى هنا 81 هنا 82، يبقى دي كده 3.82. اوكي خلصت، خدنا دي كده. بعد كده عندي 87 تبقى فين؟ هنا 89 88 هنا 87 3.87، يبقى خدنا دي كمان. وعندي 85 اهي. اوكي يلا 3.95 اهي 1 2 3 4 تبقى هي دي كده. وعندي 98 تبقى هنا كده. يلا نرتب، يبقى انا عندي هنا 3.82 3.85 3.87 3.95 3.98. يلا اللي بعد كده 17.15. هنا عندي 2 ديسمال بليسز، يبقى انا افتح هنا كده احط 0 0 ونحط هنا كده 0 0 وهنا 0 0. طيب الديسمال ما بينهم يبقى هنا 16.10 16.20، يبقى ما بينهم هنا كده 16.15. اوكي طيب 16.6 هنا 2 3 4 5 and 6، يبقى دي كده 16.6. 17.5 سهلة 1 2 3 4 5 هي دي 17.5. فاضل لي مين؟ 17.25. هنا 17.2 وهنا 17.3. ال 25 يعني ايه؟ نزود هنا 0 ونزود هنا 0، يبقى هي in between، يبقى هي هنا كده بالظبط 17.25. يلا نرتب 16.15 16.6 17.25 then 17.5. يلا اللي بعد كده write a suitable number inside the rectangles then arrange them descendingly. بعد كده عايزين نرتبهم من الكبير للصغير. يلا هنا 86.1 وهنا 0.2 وده ديسمال، يبقى هنحط هنا 0 حط هنا 0. يلا نكاونت ده 10 11 12 13 14 15، يبقى ده 86.15 16 17 18 19، يبقى ده 86.19 وهنا حط برضو 0 21 22 23، يبقى 86.23 24 25 26 27 ده كده 86.27 وده كده 86.28. طب ده في النص بالظبط، اعمل ايه؟ اقعد هنا 0 واقعد هنا 0 وده في النص بالظبط، يبقى هنكاونت 5، يبقى دي كده 86.275 هندرتز. يلا نعمل ارينج ده الكبير، يبقى هنا 86.275 وهنا نعمل 86.23 هنا 86.19 وهنا 86.850. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا ليسون 6. ليسون سهل جدا، اتعلمنا فيه ازاي نعمل ارينج
وعرفنا في حاجات مهمة قوي. ايه هي اهم الحاجات دي؟ ان ال1 اوفر 4 لو شفتها ممكن على طول اعمل لها كونفرجن ل0.25، وال1 اوفر 2 تبقى 0.50، وال3 كوارترز تبقى على طول 0.75. وعرفنا ان احنا لما نقاد زيروز اون ذا رايت ما بيحصلش اي حاجة، لان الفراكشنز بتبقى برضو ايكويفالنت لبعضها. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.